الرصيد كيلعب نوع من الارتباك في الحكومه الرصيد، لانه كان من المتوقع ان الحكومه الرصيد غادي يكون 10 شو تنبير هذه السنه هذه، الا ان الوزاره التوعيه الوطنيه ارتأت انه تاجلوا الى فاتح اكتوبر. اذا بسبب الحمله الوطنيه ديال التلقيح اللي تعرض لها. اذا بالمناسبه كنشكر جزيل الشكر كل من ساهم قريب او بعيد في نجاح هذه الحمله الوطنيه ديال التلقيح اللي همت ولاتنا من 12 سنه حتى 19 سنه، السلطات المحليه، السلطات الصحه، كذلك وزاره التوعيه الوطنيه. اذا كانت ناجحه بكل المقاييس، وساهمنا كذلك كنسيج الجمعوي للاباء والامهات في هذه الحمله الوطنيه، نظرا للادوار ديالها الطلائعيه اللي كتحافظ على السلامه ديال وليداتنا، وكذلك على السلامه ديال الاسر المغربيه. بالنسبه للدخول المدرسي هذه السنه هذه عنده الخصوصيه ديال كما قلت، وانه موضع تم يدخلوا في 10 سبتمبر، ارتأت الوزاره ان تؤجل الى فاتح اكتوبر، الا مع الاسف الشديد ان التسجيلات ما داروش تسجيلات اعاده التسجيل بالنسبه للتلاميذ ما داروش في الوقت المناسب ديالها، كان خصها تكون العمليه خصها تكون في سبتمبر، ولاحظنا في اطار تتبع كذلك المواكبه لاحظنا ان مازال اعاده التسجيل موضع تم ما يدخلوا الفصول ديالهم يتبعوا الدراسه ديالهم، مازال اعاده التسجيل مازال في المؤسسه التعليميه، حيث انه غادي يكون واحد غادي يضيع الزمن الدراسي تقريبا شهرين من السنه الدراسيه. اذا هذه المساله هذه نبهنا كفدراليه وطنيه مغربيه جمعيه اولياء التلاميذ، نبهنا الوزاره عبر بيان ديالنا على ان لابد من اعاده النظر في القضيه ديال العطل، اعاده النظر في القضيه ديال الزمن المدرسي، باش انه التلاميذ ما يضيعوش في الزمن المدرسي كذلك. ماذا عن ادوار جمعيات الاباء في المنظومه التعليميه، في التاطير، في التوجيه الى اخره؟ بالنسبه للادوار والوظيفه الجديده ديال جمعيه اباء اولياء التلاميذ، فجمعيه اباء امهات اولياء التلاميذ اولى اعطى المشرع المغربي عده صلاحيات، وكذلك هناك قرصنه قانونيه اللي الحقيقه هي مؤسسه، اذا لابد من ان تطبق الامور ديالها فيما يخص المساله ديال التدبير والتسيير سواء المالي او الاداري. اذا هنا كفدرالية جمعيه اباء اولياء التلاميذ حنا كنقوموا بعبء تقطير هذا الناس الجمعوي ديال الاباء على مستوى المؤسسات التعليميه، والادوار الجديده ديال الادوار الجديده مع الاسف عندنا ملاحظات، حيث انه انا مثلت الفدراليه الوطنيه المغربيه ديال جمعيه اباء اولياء التلاميذ كنائب الاول لرئيس الفدراليه، مثلت الفدراليه الوطنيه المغربيه في الوزاره، ولكن مع الاسف حنا تكلمنا على تطوير ادوار الوظيفه ديال جمعيه اباء اولياء التلاميذ، حيث انه اصبحت فاعل اساسي وفاعل تربوي بامتياز، الا ان مع الاسف من يخرج المرسوم كيتكلم على ان العضويه ديال 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 العضويه ديال جمعيه العضويه ديال جمعيه اباء اولياء التلاميذ بالنسبه للاسر. هنا الجمعيه اباء اولياء التلاميذ كباقي الجمعيات كتقطع الظاهر الشريف 58، اذا تحت 58، وكذلك عندها قانون اساسي، قانون اساسي هنا كنشوف انه كان واحد النوع ديال الاقصاء، الاقصاء هي امور، لان المرسوم كيتحدث على الاباء وما كيتحدثش على ولي الامر. اذا القانون الاساسي واضح ان كاين اباء وامهات واولياء التلاميذ، كاين بالنسبه للتلاميذ كاين اللي ما عندوش الاباء، كاين اللي ما عندوش الامهات، كاين عندهم الاولياء. اذا هنا المرسوم كيقصي ولي الامر من سميتو من المكسب ديال جمعيه اباء اولياء التلاميذ، وهذا اقصاء ممنهج اللي في الحقيقه نجوه وما متفقينش عليه كفدراليه وطنيه مغربيه، ما متفقينش عليه. هذا الشيء دار مرانا بصراحه، واللي عبر البيان ديالنا كنا واضحين كفدراليه وطنيه مغربيه، ولهذا
اللي كنطلبوه من الوزاره انه يتم مراجعه هذا المرسوم هذا بصراحه، لانه هذه النقاط وخاصه الفصل 10 و11 و12 احنا ما متفقينش عليه كممثلين ديال الناس الجمعويه الاباء والامهات. ماذا عن دور جمعيه الاباء داخل القطاع الخصوصي، بحيث كيتلاحظ ان عدد المؤسسات الخصوصيه كترفض الاعتراف بهذه جمعيه الاباء؟ هي جمعيه الاباء التلاميذ اللي عمقها، سواء بالنسبه لنا احنا كفيدراليه جمعيه الاباء التلاميذ، ما عندناش الفرق بين التعليم الخصوصي والتعليم العمومي، لكن مع الاسف نلاحظوا ان التعليم الخصوصي كيعتبر المؤسسه التعليميه مقاوله، ورغم انه كيتوصل واحد العدد ديال المذكرات الوزاريه تتح عليه على انه خصو ياسس مكتب ديال جمعيه اباء التعليم والمؤسسه التعليميه خصوصا، لكن مع الاسف كيرفضوا ياسسوا مكتب جمعيه اباء التعليم. هنا لابد ان الوزاره التربويه والتعليم الوصيه على القطاع انه ان تدخل بشكل فوري من اجل تاسيس المكاتب ديال جمعيه اباء التلاميذ في التعليم الخصوصي، نظرا للادوار ديالها الطلائعيه، طاير لها دور اجتماعي ثقافي تربوي، وبكل ما يهم التلميذ داخل المؤسسات التعليميه. واللي لاحظنا في كوفيد انه كانت عندنا في الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين مع الارباب مع الباترونه ديال التعليم الخصوصي، مع الاسف ما وصلنا حتى لشي حل معاهم الا قليل قليل، انهم على انهم مع الاسف كاين واحد النوع اللي لاحظنا كاين واحد النوع ديال الابتزاز بالنسبه للاسر المغربيه، وكذلك على ان جميع اغلبيه المذكرات الوزاريه كنلاحظ انها لم ما كتعترفش بها المؤسسه التعليميه الخصوصيه. لا بد من الحزم، لا بد من وزاره التربيه الوطنيه وخاصه الوزير الجديد اللي كنتمنى له التوفيق والنجاح في المهام ديالو، لانه كيتحمل على عاتقه ديالو واحد الرساله جسيمه ونبيله في نفس الوقت. لابد من رد الاعتبار للمدرسه المغربيه، ورد الاعتبار كذلك النساء ورجال التعليم الكحيون بالمناسبه، ويكون واحد المقاربه تشاركيه باش اننا نرقيو للرقي بالمنظومه التعليميه في بلادنا، وكذلك الرفع من الجوده ديالها.